معايا ايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن عادل مساء الفل. انا مولانا ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. عايز تبدا اقول لك الاهلي والترجي كام كام ولا نخش الاول في موضوع السوبر؟ لا نخش في السوبر عشان انا كنت بسمع المداخله اللي قبل دي، زعلت قوي والله. قول لي بقى. يعني زعلت قوي يعني هو كهرباء مارادونا مثلا، يعني كهرباء هو اللي هيكسب النادي الاهلي. طب ما النادي الاهلي بيكسب بكل اللعيبه اللي عنده. مظبوط. هو كهرباء ما لعبش كتير والنادي الاهلي كسب. وممكن ما يلعبش الماتش، يعني وارد يعني. وكهرباء كان احتمال كبير ما يلعبش، محمد شريف هو اللي بيلعب دلوقتي. يعني كان وارد، ممكن يعني في الاخر وارد يعني. المشكلة كابتن محمد أنا عايز أقول لك عليها. طب أنت بتقول لي زعلت ليه من يعني من رأي الكابتن شوقي عشان إيه؟ لا يعني 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 ليه 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 إحنا بقينا عندنا موضة في مصر إن إحنا نبعد الناس عن الفنيات ونبعد الناس عن المشكلة الحقيقية اللي عندي. أنا بتكلم على طول الوقت في مظلومية ليه؟ يعني أنا يعني دلوقتي في الوقت بتاع كهرباء القانون ولا مش قانون، هم مش دول برضو أيدوا الثلاث لعيبة؟ هم كانوا كويسين لما أيدوا الثلاث لعيبة وبقوا وحشين لما اشتغلوا قانوني وما ينفعش. إمام عاشور لما توقف ليه يا كابتن؟ لأن نادي الزمالك ما بعتش تظلم بإمام عاشور اللي هو في العشر أيام. في العشر ليه ما حدش يقول لهم الكلام ده؟ يعني اتقال كتير يا كابتن، لكن في الاخر على فكره انا مش معترض ابدا على اي موقف ياخده الزمالك من الناحيه القانونيه. كل هيئه من حقها تستخدم كل ما تمتلكه من ادوات قانونيه. انا بس اعتراضي على الانسحاب بس. انا كنت شايف هو السوبر معروف من امتى؟ من كتير يعني. من قد ايه يعني؟ من وقت ما الاهلي كسب الفاينل الكاس وبقى معروف اهلي وزمالك او زمالك واهلي في كاس السوبر. بقى لنا دلوقتي اكتر من شهر ونص، حددوا حتى ميعاد المباراه من بدري بعد فوز الاهلي باللقب. يعني اجي قبل الماتش بثلاث ايام واحنا بنلعب بره. انا كان وجهه نظري ان انا اقدم مصلحه مصر اكبر من اي مصلحه اي نادي. بمعنى ان 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 ده انت اهلي وزمالك سافر لمصر في الامارات. المباراه دي مباراه لمصر مش لل مش لل هي تعبر عن الكره المصريه ومكانتها يعني. طبعا لا وكمان ناحيه دعوه لمصر ان انك انت فيها كره كويسه، انك انت قوه كويسه في كره القدم، عندك كوبايه كره في العالم العربي بيلعبوا مباراه جيده، فدي بتعليك انت وبتعليك بره. لما يحصل موقف زي ده بالعكس انت انا ازعل انه ما حدش حط مصر في عينيه. انه ما تروح تلعب، ما فيش مشكله، وخد حقك وخد حقك بعد ما تلعب زي ما انت قلت يا استاذ محمد. ده بس اللي زعلتني. لكن اي قرار الواحد بيحترم القرارات اللي ياخدها الانديه. واحنا يعني انا كمنتمي النادي الاهلي عمري ما اديت رايي اصلا في قرار ياخده نادي اخر. انت حر اعمل ما بدالك، ولكن النادي الاهلي دائما بيشتغل في النواحي القانونيه. النادي الاهلي دائما مش بيتجامل زي ما الناس بيقولوا. دي شماعة اتعملت بقالها 50-60 سنة عشان يهربوا من فنيات جوه الملعب. يعني اللي هو طول الوقت ان النادي الاهلي بيتجامل، طول الوقت النادي الاهلي عمره ما اتجامل بالطريقة اللي الناس بتتكلم فيها. ليه تخدعوا جمهوركم؟ ليه تخلوا جمهوركم دايما يبص على خارج الملعب؟ احنا لما في ماتش السودان لو فاكروا احنا خرجنا من كاس العالم، ودونا برضو لحتة ان احنا نبص خارج الملعب، ما بصيناش جوه الملعب. هي دي اللي انا بس كنت عايز اقولها، لكن بعد كده تحت امرك. اتفضل يا استاذ محمد. خلينا بس نتفق انه من حق نادي الزمالك ان ياخدوا الخطوات اللي شايفها من وجهة نظره لصالح النادي، لكن احنا بنختلف انا شخصيا في الرأي في فكرة الاعتذار او الانسحاب عن المباراة. يعني طبعا. عايز تروح المحكمة الرياضية روح، من حقك. اي حد من حقه ان يلجأ لكل السبل القانونية، ده حق اصيل، وده اللي الاهلي عمله. الاهلي راح للتظلمات وراح للقضاء الاداري وبعت شكوى رسم لاتحاد الكورة، خد كل الاجراءات القانونية لكن بيشارك في المباراة. الاهلي مؤسسة يا استاذ محمد. كده. فانا كان نفسي الزمالك يعمل نفس هذه الطريقة ويروح للمحكمة الرياضية وبعد كده ياخد كل الاجراءات اللي هو عايزها يعني.